الجواز العرفي بقى بنية ان هي المعاش هيتقطع، معرفش ايه، هياخد العيال، الحاجات دي. يعني في كذا سبب، يعني في ناس بتبقى عايزة تاخد المعاش، وفي ناس تانية بتبقى مثلا الطليق ممكن ياخد الولاد او ممكن يضايقها في الولاد، فبتضطر تخبي علشان ولادها ما يتاخدوش منها. اسباب كتيرة الحقيقة وبيحصل كده. يبقى هو الكلام مش على حكم الجواز العرفي، الكلام على حكم أخذ المعاش للمتزوجة عرفيا. يعني احنا افترضنا ان هي اتجوزت عرفي والجواز صحيح، لان كلمة الجواز العرفي معلش يعني بالمناسبة كده هي كلمة مجملة شوية. هي كلمة عرفي ده مصطلح قانوني مش مصطلح شرعي، صحيح. ومش خاص بالزواج. عرفي يعني مش موثق عند الجهات الرسمية. فانا لو انا بعت لك عربيتي من غير ما نوثق في العقاري فاسمه عقد بيع عرفي، وثقناه بقى عقد بيع رسمي. واحد اتجوز واحده واكتملت كل الشروط وكل الاركان الإشهار بتاعه العقد بس ما وثقش عند المأذون، ده اسمه عرفي. لو وثق بقى رسمي. لكن في ناس بتستعمل مصطلح الجواز العرفي ده في بعض الحاجات التي ليست شرعيه. زوجتك نفسي. وهبتك نفسي، انت مراتي قدام ربنا. زواج الدم، زواج الكسب، حاجات دي ملهاش علاقه خالص بموضوع ده العرف. مش جواز اصلا، ده عبث. لكن احنا بنفترض ان الجواز العرفي هو الجواز اللي توفرت فيه كل شروط واركان الجواز الصحيح بس ما توثقش عند المأذون لسبب او لاخر من نحو الاسباب اللي حضرتك بتذكريها دي. طب حصل الست اللي اتجوزت عرفي دي كان لها معاش، هل يجوز لها انها تاخد المعاش ده؟ في مستويين هنا في الاجابه، في مستوى الحلال والحرام وفي مستوى الاخلاق. الحلال والحرام يجوز لها انها تاخد المعاش ده، لأن القانون لما منع المتزوجة أن تأخذ المعاش كان بيرمي إلى المتزوجة أمام القانون، يعني المتزوجة زواجا رسميا. أيوة. هل ده معناه أن أنا بحض الناس وبدعوهم أن يلا اتجوزوا عرفي وخدوا الفلوس بتاعت الدولة؟ أبدا، ده تصرف مخالف للمروءة. بس في فرق بين المروءة وبين الحلال والحرام. فعلى مستوى الحلال والحرام يجوز لها أن تستفيد بهذا المعاش. الصدمة أول مرة أسمع الرأي ده، أول مرة أسمعه، ولازم نقف عند الحتة دي. طيب يعني نفصل حضرتك نفصل تاني، فسر لي شوية علشان إيه ما يجيش حد يقول إزاي ومش إزاي وكده. براحتنا خالص. الدولة قالت إن الست المتزوجة إذا المطلقة أو الأرملة أو كذا إذا تزوجت تمام لا تستحق المعاش. كويس كده؟ حلو قوي. الدولة لما قالت كده شرطت وضعت قيدا على المتزوجة إن يبقى انها في تكون راجل متزوجة زواجا رسمي رسميا وبيصرف عليها بغض النظر بيصرف او ما بيصرفش. الدولة مالهاش دعوة بيصرف او ما بيصرفش، الدولة ليها دعوة بالوثائق. انت متجوزة؟ متجوزة. ايه اللي يثبت انك متجوزة؟ ادي قسيمة جوازي اهي. قسيمة جوازك دي خارجة منين؟ من عند المأذون وموجودة في السجل المدني. طيب انت متجوزة؟ متجوزة. فين قسيمة الجواز؟ اهي ورقة عرفية مكتوبة عند المحامي. لو قدمتها للدولة الدولة هتفضل تديها المعاش برضو على فكرة. ايوة انا عارفة انه ده قانونا هيمشي، انما بينها وبين ربنا هي بتعمل حاجة حلال ولا بتعمل حاجة حرام؟ ما ده اللي انا قلته، انا قلت في مستويين، في مستوى مكارم الاخلاق وفي مستوى ان احنا لا ندعو الناس ان تفعل هذا، وفي مستوى اخر ان انا يا مولانا انا مضطر اخد المعاش. انا مش عارف اعيش من غير المعاش. هل لو خدته يبقى انا كده بغتصب حق مش حقي؟ يبقى انا كده باخد فلوس حرام؟ ايوه. فالجواب لا، مش حرام. تمام خلاص تمام. اذا المستويين على الفرق حسب بينهم الحال. واضح. وعشان كده انا بسال حضرتك على حسب الحاله اللي جايه لك، لانه الفتوى هتتغير بتغير ظروف الحاله ولا ايه؟ لا ندعو الناس ان تفعل هذا. يعني لو واحدة، عشان كده بقول لحضرتك، لو جوزها بيصرف عليها ومكفيها وكده، وهي ال 200 جنيه اللي هناك دول يعني عايزاهم برضو، يبقى ده تصرف منافي للأخلاق الكريمة. ولكن ما أقدرش أقول إن هي بتأكل حراما أو بتاخد حق ليس لها. تمام، تصرف منافي للأخلاق الكريمة ولكنه ليس حراما. نعم، ينفع الاتنين مع بعض ميكس؟ ممكن، لان مش كل ما ينافي الاخلاق الكريمه لازم يكون حرام، ممكن يبقى مكروه. ماشي تمام كده كده فهمت. يعني في درجات، في درجات طبعا. مندوب حتى ومكروه الحرام نفسه. حتى الحرام نفسه درجات، في الكبائر وفي اكبر الكبائر وفي الصغائر وفي اصغر الصغائر، فكذلك يعني المعاصي نفسها تمام ليها مراتب معينه. تمام.